من الأردن. من حق غيري أن يتمتع بجميع حقوقه، حقوق مختلفة سواء اجتماعية، حقوق اقتصادية، حقوق مدنية. من أصلاً هاي الحقوق موجودة مشانك، فهذا إشي أكيد لازم يكون موجود مشانك أنت. هلا احنا كيف نقدر نوعي الاطفال، نوعي الشباب، نوعي المجتمع على هاي الحقوق؟ كيف نقدر نفهمك شو هي حقوقك اصلا؟ عن طريق التعليم اللي هو بيعتبر اصلا من اهم الحقوق الموجوده، اللي عن طريقها بنقدر نوعي المجتمع، نوعي الجيل الموجود، كون هو الركيزه الاساسيه في بناء المجتمعات. هلا لولا المعلم المتميز ما بنقدر نوعي، ما بنقدر نطور التعليم. هلا اكبر دليل على انه المعلم هو الركيزه كثير مهمه انه وجود جائزه المعلم المتميز اللي بتمنح كل سنه لمعلم انه هو متميز في عمله، متميز بالأمانة تاعته، بالتعليم تاعه اللي هو بيطلع جيل من تحت إيديه، بنميه وبفهم شو حقوقه، شو هي كمان برضو واجباته الموجودة لإله.